اليوم طالب طب كيطلب امور اللي هي جد بسيطه بحال هاش باش انه ترجع لي سبع سنين اللي كانت ان دووا اللي كان واحد الحق دخلنا حنا باش نقراو سبع سنين ولكن تم الحرمان ديالنا منه حيدوا لنا واحد العام كامل ديال ستاج وما لقاو باش يعوضوا وسورتو ما بغاوش يعوضوا لنا بشي حاجه واحده اخرى فكيف يعقل انك تحيد واحد العام اللي هو ديال ستاج واحد الطالب اللي نورمالمون لا ميديسين راهو ما لي ستاج باش نجاوب على واحد المغالطه اللي كتكون عليه اللي كنسمعها بزاف لو فات انهم حيدوا لنا هذيك السنه السابعه ما غاديش تحرمنا باش اننا نمشيو برا يعني ماشي هي حل الهجرة ماشي هي حل التكوين ماشي هي حل باش نزيدوا عدد الاطباء فلماذا هذا التعنت وايضا حنا ما غنرجعوش بدون ما يتم حذف التوقيفات وحذف الاصفار بالنسبه للطلبه وما غنرجعوش بدون يعني ان عندنا لي كونفريغ ديالنا الممثلين ديالنا تم الطرد ديالهم من الكليه فهادشي لا يعقل حنا اليوم متواجدين بواحد العدد اللي كثير باش اننا نبينوا اننا مآمنين بالقضيه ديالنا فسنه بيضاء ارحم من المستقبل الاسود ليس بشعار بل هي حقيقه والا ما تمش التعامل مع الملف الطلابي ديالنا بواحد الجديه يعني ما عطاوناش لي سوليسيون اللي كي ريبوند على الملف ديالنا فلن نرجع حنا مآمنين 1000% بالمطالب ديالنا ومتماسكين.